واجبات ينبغي عليه أن يؤديها. فالمجتمع المسلم على مدى العهود منذ بداية قيام الدولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة لو قلنا، دائما كان المجتمع المسلم يأوي غير المسلمين ويرعاهم، والدليل على ذلك هي بقاء هذه الأديان في مجتمعاتنا. يعني مثلا اليهود لم يهاجروا من المغرب وغيرها إلا بعد قيام الدولة اليهودية، ولا قبل ذلك كانوا في مجتمعنا وهربوا من الأندلس فرارا بدينهم إلى أهل الإسلام. لو لم يكن الإسلام بمبادئه وبيعني أنظمته يحتوي مثل هذه الأديان لما انتقل إليه أحد، بل لبقوا في أوروبا وذهبوا إلى الشمال. نعم. فضيلة الشيخ الرفاعي، كلام جميل، نماذج من عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا إلى الأندلس، إلى تاريخ هدم الخلافة الإسلامية عن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، كيف كان لهم كامل الحقوق وعليهم واجبات كما على غيرهم من المواطنين. لكن السؤال الذي يريد أن نؤسس يعني من خلاله لهذا الحوار، هل هناك قواعد وأسس محددة يقوم عليها هذا العيش المشترك؟ وربما العيش هي أبلغ من كلمة التعايش. لا شك أن الفقه الإسلامي حوى الضوابط والمعايير الكاملة في هذه الأمور، ولم ينقص أحدا شيئا من أتباعه ولا من مواطنيه. والحقيقة أن أهل الذمة من أعظم ما أعطاهم الإسلام أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، من آذى ذميا فقد آذاني. ولعل البعض من جهلهم يعترضون على المسلمين أنهم يسمون أهل الكتاب أهل الذمة، وهذه الكلمة أهل الذمة هي تكريم لهم، غاية التكريم. معنى أهل الذمة أنهم في ذمة الله تبارك وتعالى، يعني في جواره، يعني أنه لا يستطيع مسلم أن يمد يده بأذى إلى واحد منهم لأنهم في جوار الله عز وجل. ومن يتجرأ على أحد هو في جوار الله سبحانه وتعالى وفي جوار رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المعايير موجودة في الفقه الإسلامي، وأهل الذمة كلهم من الأقليات، من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، كلهم يعلمون هذا. أنا أتحدث عن سوريا، فيها طوائف متعددة وأقليات متعددة، كلهم يعلمون تمام العلم أنهم أأمن ما يكونون حينما يكونون في جوار أهل السنة، يخالطونهم في أسواقهم وبيوتهم ومتاجرهم، أأمن ما يكونون، يشعرون بالأمان حينما يكونون مع أهل السنة والجماعة. طبعا ولكن في عندنا العصابة المجرمة التي التفت حول بشار الأسد من العلويين ومن حثالات أهل السنة وغيرهم، هؤلاء يطلبون منا أن نطمئنهم. تصور يعني يا أخي، سكينهم على رقابنا، يذبحوننا في الليل والنهار، ويلقون علينا البراميل المتفجرة دائما، ويطلبون منا أن نطمئنهم. شوف هذه المفارقة العجيبة وهذا المنطق الأعوج. نحن نريد أن نتحدث بعيدا عن أمثلة في مكاننا، نتحدث من حيث المبدأ، من حيث الأسس، كيف يتعامل الإسلام مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. لكن مررتم على لفظ كلمة أهل الذمة، من حيث المبدأ إذا كان هذا اللفظ أو هذا المصطلح يثير غير المسلمين، ألا يمكن يعني أن يكون هناك تغيير لهذا المصطلح لنتحدث مثلا عن المواطنة الكاملة في المجتمع الإسلامي؟ سؤال يطرحه الكثيرون. ممكن نتحدث عن المواطنة، ولكن يجب قبل أن نتحدث عن المواطنة أن نشرح لهم معنى كلمة أهل الذمة، حتى يعلموا أن هذا اللفظ إنما هو تكريم لهم ودفع مستقبلي إلى يوم القيامة، دفع للأذى عنهم، لأنهم أقلية في المجتمع المسلم، فينبغي أن يشعروا أنهم في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جواره، ولا يتجرأ مسلم فيه ذرة إيمان أن يؤذي أحدا وبإيذائه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لننتقل إلى أن نشاهد فضيلة الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، وهو يتحدث عن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ويضرب أمثلة متعددة، وربما مثاله الرئيس كان حول التعدد الطوائف والمذاهب والأعراق في العراق. فإلى الشيخ راشد الغنوشي. المسلمون أمة واحدة، ولكن هذه الأمة فيها تنوع. ليس هناك كنيسة في الإسلام،
تحتكر النطق باسم الإسلام وتقول هذا هو الإسلام، وكل من له رأي آخر في الإسلام يخرج من الملة. الحمد لله هذه الأمة أمة حرة، أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل مسلم ينطق باسم الإسلام، كل مسلم أصبح مسؤولا عن الإسلام، مسؤول على أن يعمل بالإسلام ولو كان وحده، ومسؤول على أن ينشئ أسرة مسلمة وجيرانا مسلمين. وهكذا كل مسلم أصبح يشعر بأنه يحمل أمانة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: هل بلغت الأمانة؟ قالوا: له بلغت. قال: فليؤدي الشاهد، فليؤدي الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأصبح كل مسلم يحمل هذه الأمانة. تعدد المسلمون وتفرقوا في الأمصار وأصبحوا فرقا كثيرة، ولكن ظل الإسلام جامعا لهم، وانتشروا في بلاد بلاد كثيرة، انتشروا في العالم حيث توجد ديانات أخرى وحضارات أخرى وألوان وفرق وملل، ولكن الإسلام تعايش مع كل ذلك. لو نظرنا إلى بيئة العراق لوجدنا متحفا للديانات. هناك ديانات لا توجد خارج العراق، مثل الصابية، مثل اليزيديين. حافظ الإسلام على كل الديانات ولو ديانات صغيرة وديانات وثنية، حافظ عليها لأنه مبدأ أساسي في الإسلام مبدأ حرية الاعتقاد. ولذلك الحضارة الإسلامية ضمت مسلمين من فرق كثيرة ومذاهب، وضمت غير مسلمين سواء من ينتمون لديانات سماوية أو ديانات وثنية. والنموذج اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أصل لهذا التنوع. نموذج المدينة، دولة المدينة كانت دولة متعددة الديانات، كان فيها مسلمون مهاجرون ومهاجرين وأنصار، وكان فيها غير مسلمين مشركين، وكان فيها يهود بقبائلهم المختلفة، وكل ذلك أصبحوا مواطنين. فالإسلام أقر مبدأ المواطنة أساسا للدولة، ولذلك المجتمعات الإسلامية كانت حافلة بالتنوع، حافلة بالتعدد، كل إعمال لمبدأ لا يكره في الدين، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين. هذا مبدأ أساسي لم يكن متوفرا في المجتمعات المسيحية في القرون الوسطى، حيث كانت كل كنيسة تستبد بأرض وتلغي المذاهب الأخرى ولو المسيحية. ولذلك المسلمون لما كانوا في الأندلس عاش اليهود وعاش المسيحيون، لما أخرج المسلمون من الأندلس أبيد اليهود ولم تبقى إلا كنيسة، وأبيد المسلمون ولم تبقى إلا كنيسة واحدة، بحيث الإسلام دين أقر بمبدأ حرية الضمير، حرية العقيدة. إذن كانت هذه مداخلة مصورة لفضيلة الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، وتحدث فيها بطبيعة الحال عن التنوع الديني والمذهبي والعرقي ربما في المجتمع الإسلامي، وكيف كان هذا التنوع مصونا على مدار التاريخ الإسلامي. فضيلة الشيخ محمد المحمود، عندما يكون غير المسلم في المجتمع الإسلامي وانطلاقا من مبدأ مواطن الذي تحدث عنه الشيخ راشد الآن، هل يعتبر هذا المواطن مواطنا درجة أولى أو درجة ثانية؟ يعني أنا أتصور قضية المواطنة يعني في الشريعة الإسلامية هناك أمور تتعلق بالمسلمين وأمور تتعلق بالنصارى أو باليهود أو بغيرهم. فقضية ما الذي يقر كدستور أو كقانون يطبق على الجميع، مدام يطبق وتتحقق العدالة فكل له يعني حقه أو المقرر له، كما أن الذكر والأنثى يختلفان في بعض الأمور، قد يكون هناك في قضية الاعتقاد، لأنني أعتقد أن العلاقة التي يقيمها الإسلام في هذه الأرض كلها تتعلق بالتوحيد، فكل ما تقرب الإنسان وحقق هذا التوحيد أصبح يعني ليس تفاضل بين جنس البشر إنما بقربهم وعلاقتهم بالله عز وجل. فلا شك أن الإسلام هو الدين الحق الذي أقره الله عز وجل وجعله آخر الأديان، فما دون ذلك لا شك أن هناك سيحصل تفاوت، هذا التفاوت وفق ما شرعه الله عز وجل
أما أن يكون مماثلة في كل شيء ما أتصور أن المماثلة تحصل. ذكر الأهم شيء. هل لغير المسلم في المجتمع الإسلامي أن يمارس دينه، أن يمارس عقيدته، أن تكون له الحرية في ممارسة شعائره الدينية؟ كما قلنا هذه من بداية العهد النبوي أقر هذا الأمر في الوثيقة الأولى التي يعني كتبت، أقر النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أن يمارسوا دينهم وشعائرهم، وهكذا المسلمين تعاملوا مع النصارى ومع اليهود في على مدى العصور الإسلامية، أنهم يعني محفوظ لهم دينهم، يمارسوا شعائرهم. لا شك أن هناك ضوابط تضبط هذا المجتمع بحيث أنه لا يظهر الشرك في المجتمع الموحد. هذا مجتمع أساسه التوحيد وأساسه عبادة الله عز وجل، أي ممارسة أخرى تخدش هذا الجانب الذي هو جانب التوحيد لا شك أن الإسلام يتعامل معها معاملة تختلف عن معاملة الموحد. فالعلاقة هي لها ليست يعني أريد أن أقول أنها ليس لها علاقة بجنس البشر، فهم كلهم لآدم، لكن من تجرد واعترف بعبودية الله وحقق هذه العبودية والتزم بشرع الله عز وجل المنزل، ونحن نعتقد أن الإسلام هو آخر الشرائع وهو الذي نسخ جميع الأديان، هذا المسلم بعلاقته هذه بالله نعترف بوجود أديان أخرى، ما في شك نعترف بوجود أديان، لكن هذه الأديان حرفت، وليس معنى أنها محرفة أن نحن نبيد هؤلاء، إنما المجتمع المسلم أبقاهم يمارسون العبادة وأجرى فتح باب الحوار المفقود في زمننا هذا. تجد أن يعني جلسات الحوار قد تخوض في أمور كثيرة إلا الأمر الذي يتعلق بجانب الاعتقاد وجانب خوفا من الفتن، بسبب أنا أعتقد بسبب غياب التعايش الذي نتحدث عنه، لأن التعايش في النهاية ليس لا يفضي إلى التنازل بمعنى أن يتنازل كل إنسان عن مبدئه، إنما التعايش هو أن تتوفر بيئة تسمح لأصحاب هذه الأديان وهذه الفرق وهذه المذاهب أن يتحاوروا حوارا بحيث يعبر كل إنسان عن ذاته، فهي في الحقيقة نوع من المدافعة والحركة في المجتمع. إذا حققنا التعايش هذا الذي نتكلم عنه أصبح المسلم مع غير المسلم يجلس ويتناقش حتى في الإلهيات التي يهرب منها الناس الآن، وهل هذا صواب أم خطأ. طبعا عندما نتحدث عن العيش المشترك أو ما سميتموه التعايش، نتحدث عن التعايش أو العيش المشترك ما بين المسلمين وغير المسلمين، ما بين المسلمين أنفسهم، هناك مذاهب، هناك طوائف، وهناك عرقيات وقوميات موجودة. أذهب الآن إلى جمهورنا الكريم في الاستديو لنأخذ بعض المداخلات من السادة الكرام. دكتور نهاد تفضل. دكتور نهاد عوض مدير العلاقات الأمريكية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى النظر بدقة إلى النموذج النبوي صلى الله عليه وسلم في إدارة حياة المواطنين في نموذج المدينة. هناك بعد مدني في الحكومة الدينية والمدنية في نموذج الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعدنا عن هذا النموذج وفهمنا العملي لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط لاحترامه بل لحمايته لحقوق الآخرين من غير المسلمين، أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى النظر في هذا النموذج وتطبيقه بشكل فعلي وعملي، لأن هذه النماذج اليوم عند التطبيق وعند الأزمات تغيب. هناك على سبيل المثال في الأزمات حتى في الخلافات العسكرية وفي الحروب قواعد الاشتباك تلغى، وهناك نماذج تسيء إلى المسلمين ويحمي راية الإسلام. يؤسفني جدا عندما أرى أن بعض المسلمين يرفع راية سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله وعليها ختم النبوة صلى الله عليه وسلم، ويقوم بأبشع أنواع العنف ضد المدنيين أو ضد المحاربين أو الأسرى. هذه النماذج تسيء إلى الإسلام لأنها تحمل راية الإسلام، لو لم يحملوا راية الإسلام فلهم شأنهم.
النموذج الآخر هو النموذج الذي أعيش به في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة على سبيل المثال عانت في بدايتها من عدم احترام التعددية، بل هي قامت على إقصاء الآخر وإفناء الآخر، لكن في النهاية تطور هذا النموذج واحترمت التعددية البشرية والدينية والجنسية حتى أصبحت الآن نموذج يحتذى به في القضايا الداخلية. هناك سياسة خارجية، أنا أختلف مع دولتي في أشياء كثيرة، لكن في النموذج الداخلي استقطبوا كل القدرات العلمية من كل أقطاع الأرض، فأصبحت دولة عصرية مدنية متقدمة عاشت الكثير من أخلاق الإسلام لكنها لا تحمل راية الإسلام. وأنا أعتقد أن النظر في هذه النماذج، نموذج النبوة صلى الله عليه وسلم في عصر المدينة ونموذج حديث اليوم غير مسلم، يجب الاستفادة من هذه النماذج وإيجاد الحل والقواسم المشتركة حتى نتقدم بالأمة الإسلامية إلى مستوى أفضل، والله أعلم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، يعني فتح نافذة معينة إلى موضوع هام، وهو أن ممارسات البعض ممن يحسب على الإسلام يأخذها الغرب بشكل عام أو الآخر بشكل أو بآخر على أنه يعني يمثل الإسلام وهذه روح الإسلام وحقيقة الإسلام. طبعا مع ذهاب الخلافة الإسلامية وبروز الدولة المعاصرة، الدولة الحديثة، الدولة المدنية، ربما صار هناك اختلال في موضوع المواطنة. كيف يمكن إضاءة على مثل هذه النقطة الهامة والحساسة؟ لم يعهد في تاريخ الإسلام اعتداءات ظاهرة واضحة سجلت في التاريخ من قبل الأكثرية وهم أهل السنة على أي مكون من مكونات المجتمع، سواء في الأقليات الدينية أو العرقية أو غير ذلك. طبعا لما جاءت الدولة الحديثة تغيرت الأمور واشتبهت الأمور بعضها مع بعض وأقصي الإسلام، ولكن هنالك مؤامرات خفية على المجتمع المسلم لإفساده ولإبقاء دور التسلط الغربي عليه نلاحظها في كل فترة من الفترات، نلاحظ أمثلة على ذلك. يعني الآن هذه الصور التي ذكرها الدكتور نهاد حفظه الله، هذه الفصائل التي تفعل هذه الأفعال هي مخترقة من المخابرات الدولية وهي التي توجهها، وفي بعض هذه داعش غرف العمليات الرئيسية تبعها المخابرات الدولية وراءها. والآن الفصائل، هذا البعض ربما يقول أن هذا كلام، يعني الله يبارك فيكم، نعم، ولكن نريد أن ندلل على هذا من خلال الممارسة ما بين سلوكهم وروحية الإسلام. نعم، أنا أضرب لك مثل آخر، الفصائل الإسلامية المعروفة بإسلاميتها واعتدالها، هذه الفصائل اليوم الدول الغربية ترشحها لأن تضعها في قائمة الإرهاب، والدول الغربية تعلم تمام العلم أن هؤلاء براء كل البراءة، ما قاموا إلا ليدافعوا عن حريتهم وكرامتهم ودينهم وأعراضهم، ما قاموا إلا لأجل هذا. ومع ذلك الدول الغربية الآن مرشحة لكثير من هذه الفصائل أن تكون في قائمة الإرهاب. فالغرب يلعب لعيب وسخة في المجتمع المسلم وخاصة في المناطق الساخنة مثل سوريا والعراق وغيرها، هذا أمر ملاحظ وعليه أدلة كثيرة وأمثلة كثيرة. ولكن الآن ماذا يقول الإنسان يا أخي؟ الأقليات الموجودة في بلادنا في كل البلاد الإسلامية، أنا أؤكد لك أن أهل السنة لم يعهد عليهم خرق واحد. هؤلاء الشواذ من الشباب الذين تنطعوا وكانوا خارجين في أفكارهم، هؤلاء قلة لا يطلق حكمهم على أهل السنة في العالم الإسلامي كله، هذا ظلم، ظلم فاحش جدا. أهل السنة اليوم في العالم الإسلامي، لا أقول في سوريا، في العالم الإسلامي كله هم الذين يظلمون ولا يظلمون، هم الذين يعتدى عليهم ولا يعتدون على أحد، هم الذين تنهب ثرواتهم وممتلكاتهم ويدرؤون بالحسنة السيئة حتى هذه اللحظة. يعني والغرب يمارس هذه الممارسات ضد أهل السنة والجماعة خصوصا، ولي مثال على ذلك آتي عليه في المداخلة القادمة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، طبعا أنتم ركزتم على مسألة مهمة ونستطيع أن نستخلص، لا يمكن لأي فصيل أو أي تيار أن يدعي تمثيل الإسلام أو أنه يمثل روحية الإسلام، ربما البعض يحاول أن يرتقي ليكون نموذجا للإسلام
الكامل كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أنا جاءني عدة أسئلة على الوسائل، على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول سيد عبد الله: تاريخنا يثبت أن أمتنا أكثر استيعابا للآخر من الأمم الأخرى في الماضي والحاضر، ألا يعود الفضل في ذلك لديننا؟ ومتى تنحى عن التأثير أي الإسلام في الحياة ظهرت مشكلة الأقليات؟ ربما هذا حوله ندندن في الدقائق الماضية. آخر يقول: لم نكن نعاني أي مشكلة في علاقتنا بالآخر حتى دخل بيننا الغرب تحت ذريعة حماية الأقليات، وهذا ما أشار إليه الدخول الدكتور الشيخ أسامة الرفاعي. المشكلة ليست في الموروث الإسلامي ولا في المجتمعات المسلمة، بل في نزعة بعض الأقليات للمبالغة في تقدير حجمها ورفع سقف مطالبها. أنا أريد تعليق على الكلام الأخير. يعني كذلك ضعف الأمة، الأمة لما ضعفت أصبح وهزمت وهزمت وهزمت، فلا شك أن هناك بعض المسلمين الذين يتخوفون حاليا في زمننا هذا من التعايش أو من الاختلاط بالأديان أو بالمجموعات الأخرى بسبب هذا الخوف، يعني بسبب هذه الهزائم، لأن في ذلك الزمن كانت هذه الأمة لها حضورها في العالم، الحضارة ممتدة قائمة، علماؤها الذين كانوا فيها كانوا بمستوى من الوعي في التعامل مع النصوص ومستجدات كل زمن، لهذا تجد أن هذه الجاليات وهذه الأديان وهذه الفرق عاشت في ذلك الوقت في جو من الحرية وجو، يعني تعجب أنت لما تشاهد كثير من الموروث الإسلامي المختلف الذي يعني فيه أقوال ونقاشات شديدة قد لا يتحملها العاملين للإسلام أو حتى العلماء أو غيرهم، هذا الذي تحتاجه الأمة. هناك ثقافة ينبغي أن تعود إلى الناس، إلى المجتمع، بحيث أنه يستطيع أن يتعايش مع المجتمعات الأخرى ويؤثر فيها ولا يتأثر. أما نحن الآن حتى منا من أصبح يسيء، إما يسيء في ناحية هدم ذلك الموروث وهذه الحضارة ويسيء إليها بهدمها، أو يسيء إليها بأخلاقه وأفعاله السيئة كما ذكر الشيخ. فلا شك أن هذه الأمة تحتاج إلى كثير من التأهيل والوعي والارتقاء بها حتى تعرف توظف الموروث القديم، وكيف أن هذه الأمة في تلك الفترة عاشت يعني واستوعبت هذه الجاليات وهذه الأديان. كذلك نحن لو ارتقينا ارتقاء يتناسب مع موروثنا. يعني ربما الموضوع قد يجيب عنه الشيخ أسامة الرفاعي أو يعلق عليه بعض أن تجيبني، يعني أنا هل تشاطر الأخ عبد الله فيما قال أن بعض الأقليات في بعض الدول الإسلامية تبالغ في تقدير حجمها في رفع سقف مطالبها حتى ظهرت فعلا ما يسمى بمشكلة الأقليات في المجتمع الإسلامي؟ لا شك في ذلك، وكما ذكر الشيخ هناك دول ويعني جهات دولية كثيرة تدعم مثل هذا، لأن هذا يخدم زعزعة الأمة. لهذا ينبغي على الأمة من الداخل أن تصحح هذا وتدرك الخطر الكبير. كيف يمكن لمجموعة أو لديانة أن تخترق؟ كما ذكر الشيخ هناك اختراقات تحصل، ما هو سبب الاختراق؟ لا شك أن السبب الأساسي هو فينا نحن، لأننا كديانات عايشة في وسط هذه الأمة، ولا تكاد في بعض الدول لا تفرق حاليا بين المسلم وغيره. استطاعت بعض الجهات والدول المغرضة أن تدخل إلى هذه الأديان أو إلى هذه المجموعات، فيعني تبعث فيها جانب من الغرور وجانب من الاعتداد بالرأي أو بالفكرة، تريد أن تصل إلى شيء قد لا تصل إليه إلا يعني موت يمكن مئات أو آلاف. أريد أن أخذ مزيدا من المشاركات من جمهورنا الكريم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نتحدث عن التعايش لابد أن نضبط المصطلحات وتتضح المفاهيم أولا، فلا يستطيع المسلم أن يضبط هذه القضية إلا إذا كان عنده تفريق دقيق بين ثلاثة أمور: البر والقسط
والموالاة والمودة. لأن بعض الناس يخلط بين هذه كل المفاهيم. فالله تعالى لم ينهانا عن البر والقسط بالنسبة للذين لم نقاتلهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر والقسط شيء والموالاة شيء آخر. الموالاة هي المحبة والنصرة، لا تجوز لا للحربي ولا لغير الحربي، ولا تجوز لغير المسلم أيضا. نعم. أو للمسلم الذي يبتعد عن دينه أيضا. نعم. نعم. وأيضا فرق بين يعني البر والقسط اللي هو الإحسان والعدل، هذا مع الجميع. إذا نحن نتحدث عن بر وقسط مع غير المسلمين الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نعم. ولم يظاهروا على إخراجكم. أخذ الدكتور محمد حقار، لو تفضلتم. بقيت نقطة أخيرة لو سمحت، بالنسبة للاستدلال الخاطئ أحيانا بآية سورة المائدة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ويقف هنا لا يكمل الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا شيء آخر وموضوع آخر لا 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 ينطبق على واضح الصورة. شكرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الموضوع موضوع المواطنة وعيش المشترك في خريطة عالمنا الإسلامي، وأعتقد أن الإشكالية الموجودة ليس إشكالية نصوص الإسلام، فالإسلام خاطب الناس يا أيها الناس. إسلام نظر إلى الإنسان أنه مكرم بغض النظر عن دينه، ولقد كرمنا بني آدم، وهذه العبارة تدخل فيها جميع بني آدم. إذن هذا مبدأ ثابت. الإشكالية إشكالية تطبيق سماحة الإسلام والعيش مع الآخرين، هذه المسائل ووثيقة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة التي أشير إليها، هذه يعني حقيقة لم تحظى بالتطبيق عندما كانت المجتمع المسلم عندما كان المجتمع المسلم تحت راية الدولة الإسلامية، إلا في القرون المتقدمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلفاء الراشدين. عندما انهارت الدولة التي تقوم برعاية المسلمين سنة 1924، تعددت الدولات القومية على الصعيد المدني، هذا المصطلح الحديث أيضا نحن لم نطبق هذه المفاهيم بشكل صحيح، لا الوثيقة ولا مفهوم الدولة المدنية التي تستوعب كل الإرقيات كل الأديان والمذاهب والفرق والانتماء. أين كان الخلل في التطبيق؟ الخلل في التطبيق نحن كأمة مسلمة عندما فقدنا القيادة الموحدة الآثرة تفككت عندنا كل شيء. إذن رجوع إلى وثيقة المدينة الصعب، لأن الدولة التي ترعى ألغيت ابتداء من سنة 1924. الدولة المدنية التي نحن نتعامل معها، الذي فرض علينا شكل الدولة المدنية، أيضا لم يرد أنه يوصلنا إلى مفاهيم الدولة المدنية كما هو في فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، تركتنا في إطار دولة القبيلة دولة العشيرة، وحدث الإقصاء. وشيء الذي يقترحه، لأن الوقت قصير، شيء الذي يقترحه كعلاج لهذه المسألة الله أعلم بالصواب، وهو رجوع إلى هذه المصطلحات ومناقشتها وبلورتها، بغية تجهيزها لأن ننقلها من الإطار النظري إلى إطار التطبيقي والثقافي حتى تتحول إلى ثقافة مجتمعنا. لكن يبقى السؤال قائما، ما شكل الدولة القائمة الآن التي يمكن أن تطبق وثيقة المدينة المنورة مع انهيار الخلافة الإسلامية كما ذكرتم عام 24؟ تحدثتم في نقطة مهمة فضيلة الدكتور حول موضوع البعد الإنساني، ولقد كرمنا بني آدم. ربما هنا يحضرنا الحديث عندما مرت جنازة بالنبي عليه الصلاة والسلام فوقف لها، فقالوا له إنها جنازة يهودي، فيعني جاء حسن التبرير وحسن التبيان، قال أليست نفسا. لكن فضيلة الشيخ جزيلا، لكن فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، يعني جزئية صغيرة أكمله في المقترح. تفضل. المقترح هو أن نحن يجب أن نسأل في خريطة العالم الإسلامي كل الدولة
تتكون من أقليات، نقول أقليات، هذا المصطلح أيضا غير دقيق، تركيبة يعني من عدة مجموعات إرقية أو دينية. فأنا أقول لو كانت هناك مبادرة من تلك الدولة أو مجموعة من الباحثين والمهتمين في لهذا الموضوع، محبين للسلام لمن يعيش في خريطة العالم الإسلامي، قبل أن نذهب إلى الغرب وحوار مع الغرب وعيش المشترك مع الغرب، والغرب الآن في حالة أنه نعم فضيلة الدكتور لو تكمل الفكرة، يجب نعم. أن يجب أن نطرح على الأقليات، على سبيل المثال في سوريا نطرح على السورياني مباشرة، هل أنت سورياني ولا عربي، وهل أنت هل ماذا تعاني؟ نأتي إلى العراق نسأل الكلداني والعاشوري نعم. والكردي، إذن بحاجة إلى استقصاء لمعرفة المشكلة والعمل من العربي نعم. والعربي نفسه نسأله ماذا تعاني من الكردي من الكلداني من العاشوري نعم. ها؟ وبهذا الشكل طرح شكراً. مباشر ردود هؤلاء الناس يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. شكرا. عملية استقصاء لإحصاء المشاكل وتشخيص المشكلة والبحث عن علاجها وحلها. فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، كلام جميل يقال عن التعايش وكذا، ولكن حقيقة الأمر ربما الكثير يقول نحن لا نعيش يعني دولة تتبنى الإسلام بشكل كامل، يمكن أن تطبق وثيقة المدينة المنورة أو غيرها، نعيش دول قطرية، دول تتبنى نظاما مدنيا يعيش فيه المسلم وغير المسلم، لكن عندما نتحدث عن توترات دينية، توترات مذهبية، توترات طائفية، عرقية، قومية، برأيكم ما أبرز الأسباب التي تثير مثل هذه التوترات، وما مسؤولية الدولة القائمة في تأجيج مثل هذه الصراعات؟ أنا أؤكد لك أخي عثمان على مبدأ تبرئة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي كله من أي اعتداء، لا يمارسون الاعتداء. لا توجد دولة إسلامية قائمة، ولكن تعليمات الإسلام وتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة في نفوسهم، بل أصبحت جزءا من فطرتهم، لا يستطيعون أن يخالفوها. الأسباب الحقيقية التي تسأل عنها، أنا أسرد لك حادثة بسيطة وما هو تحليل واقعها الذي حلله غيرنا، حلله النصارى بذاتهم. في تسمعون بطوشة النصارى، في سنة 1860 في دمشق قامت طوشة النصارى وقتل فيها عدد كبير من النصارى وخربت ديارهم. نوضحها شوي للمشاهد الكريم. نعم، سنة 1860 حدثت فتنة في مدينة دمشق، هذه الفتنة تركزت في حي النصارى، في حيين للنصارى، حي الميدان ما صار في شيء أبدا، وحي القمرية هو الذي قامت به هذه المشاكل كلها من أولها، فيه نصارى فيه نصارى وفيه مصانع للنصارى وفيه فعاليات تجارية وصناعية كبيرة للنصارى. نعم، ما التجارة؟ في سنة 1860 تسمى طوشة النصارى، هذه باختصار التي حسمها علماء الشريعة الإسلامية، الشعب قادر الجزائري، الشيخ سليم العطار، مفتي البلاد الشيخ محمود الحمزاوي، هم الذين فتحوا دورهم الواسعة، عندهم دور كان كل بيت كذا دنم، فتحوا بيوتهم لأسر النصارى، كل أسر النصارى لجأت إلى بيوتهم واحتموا في هذه البيوت، ثم قام هؤلاء العلماء بدور إنهاء هذه الفتنة وأنهوها. الآن لا أريد أن أتحدث بلساني، أنا أتحدث بلسان إلياس بولاد. إلياس بولاد ابن بلدي، ابن دمشق، وبولاد أسرة دمشقية عريقة، وهذه الأسرة مشهورة بالتجارة والصناعة، ومشهورة بالثقافة والعلم، ومشهورة بالأخلاق والقيم. هذه أسرة مسيحية محافظة، وهذه الأسرة هي التي تضررت أكثر من كل الأسر الأخرى النصرانية في طوشة النصارى. يقول ياس بولاد له ورقة اسمها ورقة بحث في حوادث 1860 في دمشق، ورقة البحث هذه موجودة في صفحات الانترنت، أرجو أن تراجعوها جميعا. يقول فيها، في عنوانها يقول: فتنة دينية أم مؤامرة سياسية غربية؟ يدلل في هذه الورقة، الورقة قريب من 10 صفحات كبيرة، يدلل فيها بالأدلة والبراهين والحجج التي لا تقبل الدفع أبدا، أن هذه الفتنة إنما كان من ورائها السفارات الأجنبية يومئذ، هي التي حركت عناصر موجودة في دمشق من الزعران والبلطجية وغيرهم، وعلى رأسهم أحمد باشا والي دمشق. أحمد باشا والي دمشق توسطت في جعله واليا في دمشق سفارة إنجلترا وسفارة فرنسا في اسطنبول، ثم نفذت هذه العملية،
وقتل فيها عدد كبير من النصارى ودمرت مصانعهم كذا. يقول إلياس بولاد كل ذلك من أجل مصالح سياسية واقتصادية للغرب في سوريا وفي دمشق خاصة. إذا نتحدث عن الأيدي الخارجية نعم. في نعم يقول تأجيج الصراع. يقول إلياس بولاد يقول الأيدي الخارجية الغرب هو الذي فعل هذا وأهل السنة لم يفعلوا هذا، إنما استخدموا كأداة، زعرانهم استخدموا كأداة في تنفيذ هذه المهمة. والنتيجة يستدل على هذا بأدلة كثيرة لا أستطيع الآن أن أسردها بين أيديكم. نعم صحيح. ولكن الدليل الأخير 201 من زعماء الحارات والبلطجية الموجودين في دمشق وعلى رأسهم منفذ الحادثة والي دمشق أحمد باشا، هؤلاء بعد الحادثة مباشرة أعدموا جميعا دون محاكمة، أعدموا دون محاكمة لسبب واحد وهو أن تطمس القضية ولا يعرف أن وراءها الغرب. ولو أنهم حكموا لانكشف الغرب بعواره أمام السوريين وأمام العالم كله. لا. هذا من أغرب الحوادث، وهذه الصفحة مطوية لا يعرفها الناس. كل الناس يظنون أن أهل السنة هم الذين اعتدوا على النصارى في دمشق، والذي يدفع عنهم هذه التهمة لإبراز هذه الوثيقة بشكل أو بآخر. يا سيدي الذي يدفع عن أهل السنة هذه التهمة هو إلياس بولاد، وهو من أعرق النصارى في دمشق. فضيلة الشيخ محمد محمود، عندما يعني نتحدث عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ما أهمية تفعيل هذه المصطلحات للمحافظة على السلم الأهلي داخل الوطن الواحد؟ لا شك أن مسألة التعايش بمفهومها الذي نقبله، لأن كما هو معروف هذا مصطلح جديد وقد يفهم بمعنى التعايش بمعنى إزالة الدين أو إزالة المعتقد والثوابت والارتماء في حضن الآخر، وهناك مفهوم صحيح وهو أن يعيش أناس مختلفون في بيئة بينهم تعاون وبينهم حوار ويتعاونون في هذه الحياة لإقامتها بالوجه الصحيح. لا شك أن هذا المفهوم مقبول نقبله وندافع عنه، بيفترض أن هذا المفهوم يسود حقيقة وينتشر سواء كان يعني محاضن التعليمية، ينبغي أن تركز على هذا، لأن نظرتنا نحن إلى الآخر نظرة هداية، نحن حريصين على هداية الناس، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا الأمة من بعده هي حريصة على نشر الهداية وهداية الناس إلى الله عز وجل، ليست أمة يعني سفك دماء، هذا ما في شك. فهذا المفهوم ينبغي أن يسود سواء كان في الخاصة يعني مناهج التعليم وغيرها، خاصة وسائل الإعلام ينبغي أن تركز على هذا، ينبغي أن نخلق مجتمع واعي لهذا المفهوم في قلبه الرحمة على هذا الذي يخالفه، في النهاية هو يريد أن ينقذه من النار إلى الجنة، وإذا نطق به بالشهادة أصبح أخا لي، له ما لي وعليه ما علي، فنحن في النهاية بسبب هذه الكلمة إذا نطق بها أصبحنا إخوة. فانتشار مثل هذا المفهوم لا شك أنه يعني يرتقي بالأمة إلى الرقي الذي ننشده والذي أراده الإسلام حقيقة. طبعا لما تحدث عن وطن عربي تحدث عن تنوع كبير فسيفساء من الديانات والمذاهب والأعراق والقوميات إلى ما هنالك. كيف يمكن أن نجعل من هذا التنوع عامل إثراء في خدمة الوطن والأمة أيضا؟ هو الذي تلاحظه أنت خاصة في زمننا هذا حقيقة، الخوف من الحوار. هناك خوف كبير، أينما ذهبت إلى أي دولة فيها أناس مختلفون كلهم يتجنب النقاش والحوار، لأنهم يقولون إذا فتحنا هذا الباب ولن يغلق. لكن لو هناك دول أو مؤسسات أو مراكز ترعى مثل هذا، أنا أتصور بعد فترة سينشأ يعني مفهوم جديد في المجتمعات هذه، ستستطيع أن تستفيد من هذا الشخص المتخوف، لأن في النهاية هو عبر عما يريد. لا شك أن هذا الحوار ينبغي أن يكون له يعني يكون مضبوط، بمعنى أن ما كل كلام يقال على العامة وعلى الملأ، لكن لو كان هناك محاضن ترعى مثل هذا النقاش وهذا الحوار، أنا أتصور أي مخالف لك لو تناقشت معه في جلسة ثانية ثالثة، أتصور بعد الجلسة الخامسة أو العاشرة ستشعر بشعور آخر بينك وبين هذا الشخص، ستشعر أن في تقارب حصل لا دون التنازل، أنت باقي على ما أنت عليه وقد يكون هو باقي على ما هو عليه، لكن في النهاية نستطيع تحدثنا عن المختلف ثم سنصل إن شاء الله إلى المتفق
ويعني نستطيع أن نعيش في وئام وسلام. إذا نتحدث هنا عن قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي بالتي هي أحسن، الحوار ثم الحوار لنصل إلى قواسم مشتركة خاصة داخل الوطن الواحد الذي نستظل فيه تحت خيمة المواطنة. أعود مجددا إلى الجمهور الكريم، أريد بعض المداخلات. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ من حيث انتهى فضيلة الشيخ محمد. نعم دكتور. وهو أن هناك محاذير للدعوة إلى التعايش يتوجس خيفة منها كثير من المسلمين، حين تتخذ الدعوة إلى التعايش ذريعة لمطالبة المسلمين بإلغاء بعض المصطلحات الأصيلة في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا رجل في يوم من الأيام إلى قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات وهو يرفع راية التعايش، ثم يطالبنا بأن نقصي من كتاب ربنا سبحانه وتعالى مصطلح الكفر. وقد ذكرت حضرتك أخ عثمان منذ قليل أن البعض يتوجس ويتحسس من مصطلح أهل الذمة، تتخذ الدعوة إلى التعايش ذريعة لمطالبة المسلمين بعدم المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. كيف يطالب المسلمون بإقرار مبدأ التعايش ودين المسلمين هو الذي يتيح للمسلم أن يتزوج من النصرانية ومن اليهودية ليجتمع بها تحت سقف بيت واحد ويكون أخوال أولاده من اليهود ومن النصارى؟ كيف يطالب المسلمون بإقرار مبدأ التعايش وجار رأس الدولة الإسلامية الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوديا وكان يؤذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر عليه؟ أثني بنقطة أخيرة وهي مسألة المصطلحات، لأن أخا لنا ذكر مصطلح المودة ومصطلح البر وفرق بينه مصطلح لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وفرق بينهما وبين مصطلح المحبة، وأنا لست مع هذا التفريق، فالبر يحمل أقصى درجات المحبة، ولذلك نحن مأمورون بأن نبر آباءنا وأمهاتنا، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. مداخلة أخرى، تفضل شيخ. السلام عليكم. السلام. الشيخ تكلم، الوقت ضيق لذلك نريد يعني اختصار بارك الله فيك. قصيرة نتكلم بس عن النقطة، هل من التعايش يعني من مفهوم التعايش ان لما تكون طائفة من المسلمين مستضعفة من أنظمة فاسدة أن تتعايش معها؟ يعني هل من التعايش انها ما تدافعش عن حقوقها حتى ولو بالكلمة، واذا دافعت ترمى بالإرهاب؟ يعني ده من التعايش ان تستكين وترضى بذلك؟ بس السؤال للشيخ. شكرا. سلام. شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ أسامة رفاعي، يعني أوجه السؤال لكم، أنقل السؤال لكم. ممكن تدلي السؤال؟ نعم، تعيد السؤال لو تكرم. عندما ترمى فئة ما أو تيار ما بأنه يعني إرهاب أو كذا أو الأخير، ألا يحق له أن يدافع عن نفسه أم أن ذلك يخدش مفهوم التعايش؟ أليس كذلك؟ نعم. أنا بسألك يا شيخ، هل من التعايش يعني من مفهوم التعايش ان لما تكون طائفة مستضعفة من نظام فاسد ينهب الثروات ويقتل هل من مفهوم التعايش ان تستكين وترضى بالنظام؟ سؤال واضح. شكرا. لا، انا ذكرت لك ان اكثر من ذلك، السكين على رقابنا تذبح نسائنا واطفالنا ورجالنا وترمى علينا البراميل المتفجرة، ويطلب منا مو التعايش، يطلب منا أن نطمئن هذا المجرم أنه لن يقع له ولعصابته شيء أبدا. هذا الظلم الفاحش البذيء جدا جدا الذي لا يقبله عقل بشر ولا تقبله إنسانية إنسان يمارس علينا في سوريا وفي كثير من الدول. أنا أقول لا أتحدث عن سوريا، أتحدث عن أهل السنة في العالم الإسلامي كله. أهل السنة هم المظلومون دائما، وليست هنالك أمثلة لا قليلة ولا كثيرة تدل على أهل السنة يظلمون غيرهم، وهذا واقع. واللي عنده مثال أن أهل السنة اعتدوا إلا أمثلة شخصية بسيطة لا يلتفت إليها، أما أن يقوم أهل السنة كمجموعة بالعدوان على غيرهم لا مثال على هذا. والسبب في ذلك كما قلت لك، دولة الإسلام ليست قائمة الآن، ولكن
تعليمات النبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص ما تزال منقوشة في قلوب أهل السنة إلى الآن وإلى يوم القيامة، وهم يعملون بها ولا يتعدون على أحد. يا أخي، أنا ابن دمشق من حي اسمه حي قبر عاتكة، حي إسلامي متمسك جدا. ضمن الحي في حارة صغيرة اسمها زقاق المخللاتي، هذه نصارى. أنا كنت صغير، ما كان مياه الشرب ما كانت ممددة إلى البيوت، كانوا يبعثونا كل ولد من بيت يطلع يعبي دلو ماء من الفيجة في الحارة، في فيجتين ثلاثة. فأنا أذكر دائما أنه وقت النصراني، الشاب النصراني غلام مثل حكايتنا، يكون حامل الدلو يتململ يقعد على الأرض أحيانا كذا، يقول بعدوله هذا جارنا، هذا بعدوله المسلمين، هيك يقولوا الشباب المسلمين الصغار، بعدوله يقدموا يعبي الدلو تبعه ويروح ويتقدم على غيره لخمسة أو ستة أو عشرة. لكن الآن فضيلة الشيخ، النظام القائم في سوريا الآن يقدم نفسه ويسوق نفسه على أنه حامل الأقليات، ويحذر من القادم الذي يريد أن يمحو هذه الأقليات في سوريا. والله يا سيدي، هو عدو للأقليات وللأكثرية، عدو للجميع، عدو للإنسانية. يعني النصارى فيهم أشخاص أحرار، والدروز فيهم كذلك، والإسماعيليين فيهم، كلهم فيهم كذلك. كل إنسان حر، النظام عدو له، ولو يستطيع أنه يقتله وينكل به لا يقصر في ذلك. إذن لابد أن نضع قواعد أو أسس تحمي العيش المشترك. فضيلة الشيخ محمد المحمود، يعني لنخرج من دائرة التوترات والاحترام المذهبي والطائفي الذي يعكر وربما يخرب صيغة العيش المشترك أو التعايش المشترك، لابد من مبادئ لمسار أي دولة تريد أن تحافظ. وربما يعني يحضرني هنا قول لابن تيمية رحمه الله عندما يقول إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويذهب بالدولة المؤمنة ولو كانت يعني بالدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. كيف يمكن أن نتحدث عن قيم العدالة، قيم التسامح، العدالة الاجتماعية، الحريات، أن لا يعيش الإنسان في سجن وفي خوف وفي رعب من الآخر؟ ما هي القيم التي تضبط وتؤسس للعيش المشترك السليم؟ يعني ممكن الواحد يقول أن من أهم الأشياء هي شعور الإنسان بالأمن على دينه وعلى يعني نفسه وعلى أهله وماله. لما يشعر الإنسان بالأمن في أي مجتمع يستطيع أن يتعايش مع فئاته. الأمر الآخر تحقق العدالة، العدالة التي تتحقق بمعنى أنها تعطي صاحب الحق حقه وتسترد من الظالم وتكف يد الظالم. لا شك أن هذه العدالة تدفع ذلك الضعيف الذي يعتقد أنه ضعيف أو أنه مضطهد إلى أنه يرتقي إلى مستوى أن يحاور وأن يكون له رأي. كذلك الحرية، لما تغيب الحرية عن أي مجتمع كيف ستعلم؟ أصلا لن تعرف بوجود المختلفين، لأن كل واحد لن يستطيع أن يفصح عما في نفسه، ولن يستطيع أن يتكلم، لن يظهر إلا صوت واحد يريده هذا الظالم أو هذا المستبد. في النهاية غياب هذه الحرية عن الناس، لا يستطيعون، لا أمن لهم، لا عدالة متوفرة، لا يوجد مجال لإبداء الآراء والنقاش حولها، لن تتحقق أبدا المعايشة أو التعايش أو السلم الذي ننشده. لابد من توافر هذه الأصول أو هذه الضوابط. ماذا يعني عن المشاركة في السياسة، المشاركة السياسية، المشاركة في اتخاذ القرار، تبوأ مناصب معينة في دولة يعيش فيها أقليات، سواء كانت أقليات إسلامية أو كانت أقليات غير إسلامية، أقليات إسلامية في بلد غير إسلامي أو أقليات غير إسلامية في بلد مسلم. موضوع المشاركة السياسية، موضوع الاحترام الرأي الآخر، موضوع المشاركة في صناعة القرار، ليشعر هذا المواطن أنه ينتمي فعلا إلى وطنه ويشارك ويساهم في تطويره وازدهاره. لا شك، هو أنا أقول هذا ينتج عن ذلك شعور الإنسان بالانتماء إلى الأرض التي هو فيها. متى ما شعر الإنسان إلى الانتماء إلى هذه البلد بدأ يعطي وبدأ يشارك وبدأ ينتج. لا شك أن هناك إطار عام سيضبط ما لكل واحد وما عليه
في النهاية المسلم ما الذي له وما الذي عليه، غير المسلم ما الذي له وما الذي عليه. المجتمع الإسلامي والفقه الإسلامي يضبط مثل هذه القضية، وأتصور كذلك أن الفقه الإسلامي بمفهومه الواسع لا نحصره نحن في مذهب أو في رأي عالم واحد، إنما الفقه الإسلامي يستوعب كثير من الأشياء التي يعني قد نختلف أو قد تختلف فيها الجماعات والأحزاب في هذا الزمن. وألفت النظر إلى قضية مهمة تلحظها دائما، مثلا المشتغلين بالاقتصاد، هذه دائما ألاحظها أنا، أن المشتغلين بالاقتصاد تجد عندهم من المرونة، مشتغلين بالاقتصاد الإسلامي، في استخدام الفقه الإسلامي وتوظيفه من أجل نماء المال وتطوير المعاملات، بخلاف المشتغلين قد يكونون بسياسة أو بشؤون اجتماعية أو بغيرها، تجد بعضهم لا يدرك هذا البعد الذي في الفقه. فلو أن المشتغلين بعلم الاجتماع أو بالأمور الاجتماعية، المشتغلين بالسياسة من الإسلاميين أو المنتمين إلى الإسلام المدافعين عن الإسلام، لو أنهم أخذوا هذا المنهج الموجود عند اللجان الشرعية وغيرها المشتغلة بالاقتصاد، كيف وظفت الأقوال الفقهية والقواعد الفقهية حتى استطاعت أن تنتج اقتصاد ضخم الآن في العالم ويراهن عليه المسلمين في العالم. لا أتصور كنا يعني وصلنا إلى مستوى متطور في الأمور الاجتماعية والأمور السياسية التي يكثر فيها الخلاف والنزاع، مع أن الفقه يستوعب كلها. فضيلة الشيخ أسامة، في دقيقة واحدة لو تكرمتم، كيف يمكن أن نجمل أو نعطي كلمة هكذا يعني تكون فلاش في موضوع العيش المشترك والمواطنة؟ أنا أدعو أهل السنة والجماعة بكافة شرائحهم أن يجنحوا دائما نحو وحدة الكلمة، لأنه حينما تتوحد الكلمة عند أهل السنة والجماعة يسود فيها عقلاؤهم، والعقلاء يضمنون لنا العيش المشترك بيننا وبين الطوائف الأخرى والأقليات، وهذا حاصل الحمد لله. نعم. أشكرك فضيلة الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي رئيس المجلس الإسلامي السوري، فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود رئيس إدارة الدعوة والإرشاد في وزارة الأوقاف في دولة قطر، كما أشكركم ضيوفنا في الاستديو وأشكر الذين شاركوا، وأعتذر من الذين لم يسمح الوقت لمشاركاتهم، ربما إن شاء الله أمامنا جلستان أو ثلاثة قد يكون هناك فرصة إن شاء الله. أشكر أيضا فريق العمل الذي سهر وتعب معنا. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لنا لقاء معكم غدا بإذن الله في جلسة جديدة ومع موضوع يحمل عنوان خطاب الكراهية. ضيفانا في هذا الموضوع فضيلة الدكتور علي محي الدين القرداغي أمين عام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والدكتور نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وكان له مداخلة اليوم معنا. في الختام أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.